فنزات يا حبيبات بلشت شو شو عملت بهالجمعة؟ خبرنا شيء. قعدت حطيت هالدفاية وضليت بردان، قربت لحدها ضليت بردان، رجعت لزقت فيها وضليت بردان، آخر شيء دورتها. نعيم شو رأيك بحياتها الشخصية لرولا؟ حياتها الشخصية لرولا؟ حياتها صاخبة، حياتها كلها حياة صاخبة صاخبة مليئة بالحياة والأنفوايس. ليه ما قلت له لعادل بوكسينج ما بوكسينج؟ نحن ما بنتدخل بحياته الشخصية لعادل. لكن شو لك بتدخل بحياتي؟ يا بلا أخلاق. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته. الله لا يوفقك. ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ يخرب بيتي. ما انتش قد الحب. رولا حبيبتي انا مربيها. انت ديت زي البحر من بس 40 هاي اذا خيي جوعان جيبوا له ساندويتشات غير عن الفريق. قال انه لا يجيبوا ساندويتش لعادل غير لإلك. عادل اللقمه بيشيلها من تمه وبيطعمينها اياها. لا هو خي. شو عم تعمل بجزداني؟ شو عم تعمل؟ فايت على جزداني؟ فايت على جزداني عن طريق؟ خلص بقى. شفتوا شو قلتوا بحياتي الشخصية؟ إذا قصدوا أنطوني. أنطوني. أوكي. ما وظفنا. أكشن. هاي. صار لك نص ساعة. كيفك باميلا؟ سوري حياتي بس لأنه في عجقة أو هيك، بس أنا قلت بدي أشوفك ضروري اليوم، بدي خبرك كم شغلة. عطلتني هام؟ إيه. أنت كيفك منيحة؟ لك إيه منيحة، خبرني شو في؟ أخ شو بدي خبرك، عن جد عم بمرق بقصص بمراحل صعبة كتير، لو صعبة كتير. لك شو في؟ ما أنا هلأ صار في علاقة آخر فترة. صحبت؟ إيه صحبت. مبروك. ميرسي. حياتي. ما هي يا فرحة ما تمت يعني. لانه ما بعرف شو بيصير لي انا، وحياة الله كل ما الحق واتعرف على حدا بيطلع لي شيء مشكله. هالمره المشكله هي اللي انا ما بطيقها ما بحبها، هي الخيانه. طلعت لي الخيانه. ليش؟ ليه تبى اطلع الخيانه؟ كان ماشي الحال فجاه حسيت بالخيانه من جوا، كني سوا هلا عم بتخزق. انجا لحقت تصاحب دغري صار في خيانه؟ الخيانه موجوده يعني، هي عند الكل انا بعرف بتصير، بس ليش انا دائما بيطلع لي شيء من النوع؟ انا كنت مبسوط ماشي حالي، ليش هلا الخيانه؟ هلا بعرف انه بصير اوقات اشياء من ورا ورا ظهرك بتصير على الخفيف، بس الخيانه هلا هن جايين لهون لهون؟ هلا بتشوفيهم فرجيك اياهم. يا حن فرجي. هاي صاحبتك الوقحه؟ لا هاي بيرو. هاي هيدا صاحبي. هاي سيمون. ليك انا الي معك جوز كلام، مش هلا بعدين، كملوا هلا كملوا. هيدا صاحبك؟ نعم. ليك مش مبسوط فيها كمان، مبسوط معها. ايه يا الله يا عمي شو هالعالم هول يا عين. اذا هيك نبلش لمين هالمرسيدس؟ هالمرسيدس لمين يا؟ اذا هيك نبلش نهارنا اليوم عال عظيم والله. لا شغله بتفش الخلق. لمين هالمرسيدس يا؟ يلا. واو 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 شو؟ عشو الضمير؟ لمين هاي؟ لألك؟ لألي. ايه صفيت هون، طلعت عند حكيم السنين، ما بأثر يعني. يا خي طلعت عند حكيم السنين ولا عند حكيم النسوان؟ أنا شو فرقاني معي؟ هيك بسكروه بفلوا العالم؟ هاي دي قلي تزوق اسمه. خي نص ساعة ما بأثر. شو نص ساعة؟ عم شيل درسك. يا خي بلكي أنا مستعجل بدي دقيقة بدي أطلع، هلأ معي وقت اليوم ثاقبة. بس هيدي شغلة بلا ذوق اللي عملتها. شو قصدك؟ قصدي في 100 محل تصف، ليش عم سكر علي؟ لا 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 شو قصدك بلا ذوق؟ مين بلا ذوق؟ أنت بلا ذوق. أنا بلا ذوق؟ يلي بصف هيك بكون بلا ذوق. ظبط حكيك، إحنا ما ظبط لك حنك. ما رح ظبط شيء، أحسن ما أرجع أرجعك عند حكيم أسنان يظبط لك يوم كلهم فرد ضرب. عم تكبر كلام كثير. ليك هيئته اليوم بده يركب المشكل، أنا ما كنت بدي أعمل مشكل، ما بدي أوصلها لهون. بس انت اللي عملته اسمه بلا ذوق، بتقول سوري بكل احترام وبتفل، هذا اللي بفهمه. لا ما زالك هيك، ما راح اقول سوري.
فاهم ها؟ فاهم شو لا بدك تقول سوري انت ومبسوط، شو رايك؟ هيدي ايدك بكسر لك اياها اذا بعد بتمدها. انا هيدي رقبتك فكها اذا بعد بتمدها. نزيحوا لي نزيحوا لي نزيحوا لا 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 انا 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 سنانك كسر لك يوم اذا بعد انا شعراتك من طفلك يوم شعره وشعره انت تركني شو بيك هلا بتنزل عليه على كل حال انا وجهك مش غريب عني بعرفك شايفك انا شي محل بس ما عم بتذكر والله وانت وجهك مش غريب بس انا مش عم بتذكر وين شايفك انا وليه وين شايفك وين شايفك انت كنت تعلم شي بهاي مدرسه الخلاص ليون ايه انا كنت فيها لأ انت كنت فيها ايه كنت فيها انا وين صف انت انا تعلمت فيها لاخر شي انشحطت لو كنا بنفس الصف يا زلمه لحظة لحظة مش شو اللي هلا شوف؟ مش اسمك نعيم؟ ايه مش عادل بطل عندك شعر؟ عادل مبلا عادل انا كنت معك بالصف يا حبيبي يا عادل كنا بنفس الصف لك ما عرفتك هي انت حبيبي لك يا حبيبي يا نعوم لك ابو عارف لقلك انا لا بعمل مشكلة بخليك صف محلي بصف مطرح ما بدك لك يا خيي مش هيك انا ما انتبه حكول حال انت اوف ياي لك كم سنة قلت لي هدول؟ من 37 سنة 37 كنا سوا دوزيام اونزيام ديزيام انت كنت عفريت وبتشيطن وبتطلع بعدني بعدني كنت تطلع الفلي فيه اذا بتتذكر ايه ايه كنا انا وياك على نفس الطبقة قاعدين حد بعض لما كنت تنقف على المعلمة نقفتها بهيدا بالبيك وهيك بالبيك ايه حط تضربني القلب يا حريقة ليك ولا ايه ما احلاك ما احلاك ليش لما حطيت له هيدي الترشون تبعية اللوح حطيتها على الباب اجى الاستاذ فتح عليها بنزلت على راسه فدغته نهارها اجى دغري طبشني القلب كانوا يجوا ليش لما هيدا صاحبك جيل بير قاعد حدك كان لزق لي ورقة على ظهري مكتوب هيدا حمار من دي أنا حمار أنا حمار أنا حمار لزق لي هون كلها مش جلبير حطت لك إياها لمين حطها؟ إيه؟ مين حطها وقتها؟ أنا شو بك؟ هاي ليه عم تمد إيدها؟ أنت حطيتها منين؟ مد إيدك يا حيوان أنا بدي أعرف مين حطها إذا حطيتها أنا بدي أعرفك أنت حطيت الورقة على عيني وليه؟ أنت حمار وليه؟ بتزني عليه؟ أنت حمار طولوا بالكم يا جماعه طولوا بالكم هيدا هو طلع حط الورقه وسيارته انا حمار حاطط لي اياها كان حاطط لي تعال قول لي يا عم طول سألتك بإيه؟ يي؟ سوري مدموزيل بس هذا للرجال هذا الحمام؟ ايه شو خصك أنت؟ نعم؟ أنت شو خصك عم تسألني هالسؤال؟ لا شو خصني بس إنه لهذا للرجال يعني طبعا النسوان هون ايه شو شايفني؟ تعا قوم تعا لا 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 تعا لا تعا فوت إيدك عني تعال لفرجيك إيدك عني إيدك عني بعد ناصني أنت دخيلك يا الله شو هذا؟ وين صرنا؟ ولي؟ يلا 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 هاي ايه هاي جاي هاي هاي اهلا كيفك الحمد لله منيح عم بزعجك شيء لا ابدا ابدا ما في ازعاج اهلا وسهلا بس المشكله انه انا هلا بعدي جاي من السفر الحمد لله على السلامه الله يسلمك ثانك يو عم قول لي فتره هيك ما شفتك طالعه ايه؟ نازله ايه صار لي جمعتين عاده بنلتقى بالاسانسير بنلتقى بالمدخل البنايه اهلا وسهلا اهلا بس المشكله انه عم جرب افتح باب بيتي يعني بس معلق المفتاح وما رجع انكسر جوا فما عم بقدر فوت وهلا انكسر بقلب بقلب القفل ايه بالضبط بسيطه وما عم بقدر يعني حتى عم جرب رن لحدا بس ما لباني فقلت بعطيكي شيء لا ما شكلها العويصه المشكله فقلت اذا بقدر انه نام عندك لبكره نعم
عفوا اذا فيها اشكال لا ابدا لانه هلا بتعرف انه وقت وهيك ف انه بنام عندك لبكره وبكره من الصبح بجي وبحل الموضوع لبكره ايه لك ميت اهلا وسهلا ولو ما فيها ازعاج ابدا ما في ازعاج ابدا بس ما بس انا بيتي اوضه ايه اوضه وحده ايه ما وتخت واحد سافا انت بتنام مع عيلي انا بنام مع عيلي الله اكبر إيه لك انا ما عندي مشكله في مشكله ابدا ولا جنس عن جد ولا جنس ما في ابدا ازعاج لا عن جد والله يعني عم بخصب حالي اهلا وسهلا فيكي ولو ما الجار للجار يعني عشان لانه انا دقيت في النجار إيه؟ ابو ايسر إيه؟ دقيت له بس تليفونه مسكر فما عندي حل ثاني يعني مش رح اروح لعنده هلا بهالوقت يعني ولا يهمك فقلت بحكي بكره ولا يهمك تفضلي اهلا وسهلا مرحبا اهلا 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 كيفك جاي كيفك سوري انا قاطع من هون نازل على الدرس سمعت الحديث عم تقول ابو ايسر ايه مش ايه رنيت له لابو ايسر بس ما هيدا بغير رقمه اذا انت عم تدقي له على الخط القديم مش ما رح يرد عليك بدك خط رقم جديد انا عندي 03 71 صار غيروا ليك ما شفت ما معي خبر ايه ماشي تفضلي شكرا عم تدق له ابو ايسر كيف اخي ليك عندنا مشكله بالبنايه شو له المفتاح انكسر جوا بقلب القفل تجي هلا الله خليك ايه بالطابق الثاني مريض مدام مريض مدام مريض يلا بكون عندك بربع ساعه يا شو حلو عن جد عن جد عن جد كلك ذوق شكرا دخيلك انت دخيلك ابو ايسر صار بدل 03 71 لك العمى بقلبك ما وصلت اللقمه للتم هلا كبرت فيك النخوه هلا كبرت فيك عزه النفس ليه عصبت ليه عصبت ما بعرف ليه عصبت شو عملنا شو قلنا طيب يا شكرا ابو ايسر قلبك عليا هلا خدي غراضي يا الله فوتي يا قمر ايه تعرف هي اول مره بزهزه على الواين هالقد عن جد بسطت ايه شو انا قايل لك انه بدي تشتشك وبدي غنجك وبدي اخذك وجيبك لاخر الدنيا حياتي انت انا كثير انبسطت مدودخ منيح هيك شو شفتي من اللوكيشن كثير حلو حبيت كثير الجو بعقل والاكل طيب كثير طيب بس لو ما هي الثقيله مين سوزي دخلك عشو بارمي بوزها؟ شو عرفني دخلك كأنه قاعدة غصبن عنها شو تجي أصلاً؟ العمى كلنا ضحكتنا لورا دينينا وهي شو؟ حياتي شو؟ أنا رح رفو تنام؟ نعم؟ شو؟ هلأ إلنا ساعة عم نشرب شربنا 4 كاسات نبيض بتقلي روح فوت نام؟ شو بدي أعمل؟ ما تخليني أزعل منك يلا رح فوت جي على التواليت برجع بالحق على الأوضة على التواليت أنا خليني هيك في عندي كم واتس أب بدي جاوب عليه هون خلص لكن والحقني أنت على الأوضة ما تطول ويا أوضة يلا حياتي صرت بالأوضة أنا دغري 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 بالتخت صار طب قوم إذا بتقلي رح تنام رح تشوف شي ما بيعجبك مش عم بمزح سامع شو عم بحكيك؟ نعم بقول إذا بتقلي شو فقدرك حياتي وين حطيتيلي لل حياتي شوفي شو هيدا؟ ليش عم تعمل هون أنت؟ العمى بقلبك مرحبا مرحبا حبيبي فكرته أنت شو هيدا؟ شو عم تعمل؟ شو جابك لهون ولا؟ انا ادجار خي لهدى مين هدى؟ جارتكم ولك واذا ادجار خي لهدى شو عم تعمل؟ كيف فت لهون؟ ما انا لانه جيت من الجبل ايه وهدى تيري منا بالبيت ايه فعرفت انه المفتاح بتحطوه تحت الدعسه كيف عرفت؟ ما هدى قالت لي انه انت بتحطوا المفتاح تحت ليك الدعسه حياتي طيب شو جاي تساوي ها؟ فقلت انا بدي نام بتنام بتختي؟ بعدين هلا بتسربه؟ لك شو لك ما انا يا شعب بدنا نسرب العمى بقلبك عمي بعدين جاي تنام بتختي معقول؟ وين بدك نام بالصالون؟ ما برد برا عيب برد برا عيب؟ ما ترجع ليه؟ ليه انت ما رح زيحي زيحي هيك لحظة لحظة شو بقى؟ هلا انتو قومتوني من نومي ايه بدي اشبو فيه تعرف شغلة؟ شو؟ إذا عرفت هدى رح تزعل كثير لك أي تعرف هدى؟ لك اخت هدى؟ يا انا بدي خليها تعرف اللي ما بتعرفه هدى بدي فتك هدى بخليني فتك ايه تنور تنور ريحني منه يلعن
سوري عفوا مسيو، عفوا سوري على الازعاج. لا ولا بقدر اخذ كرسي؟ عايزه شيء؟ لا ولا تفضل. سوري ميرسي كثير. شكرا. مرحبا. هلا. عم بزعجك؟ لا. فيني استعمل هالكرسي لو سمحت؟ ايه تفضل. ايه خدها يعني. خدها. نقعد هوني. ايه خدها خدها. شكرا. بونجور. هلا. سوري حدا قاعد معك؟ لا. فيني اخذ الكرسي؟ ايه تفضل. معلش سوري بعتذر بس لانه ما بقى في كراسي مشان هيك بدنا نقعد عليهم. ثانكس. سلام. فوت خيي نعيم فوت. عفوا لو سمحت فينا نستعمل الطاوله ناخذها؟ طاوله؟ ايه لانه نحن كتار هونيك عجقت اجوا الشبيبه والصبايا كلهم ففينا نقعد هونيك؟ ايه فينا فينا ما هيك؟ هدي هذا. ايه فيكم. ايه هدي هذا هدي لي هذا بايدك اليمين. لا خلص خلص خليها هون. هاي لك سيجاره؟ ايه شيل ابو النعم شيل شيل بالاذن. ايه اجروا يا اوادي اصحاب. عمل لك عمل. شكرا حبيبي. ولو ايه الو ايه انا فتحها قدامي هون. ايه فاتح فتحت الميل. انت بعتن؟ اوكي طيب استاذ بالعمليه ممكن بس نستعير منك اللابتوب تنشيك على الايميل ايباد. طيب بس ما نعوز شوي صغير بس مش رح نطول فيه. كيف اذا في مشكله بلاها. لا ميرسي خي. خلص برجع بحكيك برجع. مسيو سوري بليز بس فيني استعمل تليفونك بس بدي احكي على قد دقيقه لانه فضيت بطاريتي. ايه ولا وبدهم يجوا ياخذوني وماني عارفه بس اي ساعه. ايه معلي ثانيه بس احكي من هونيك لانه شوي برايفت. اوكي ثانكس. عفوا لو سمحت. نعم. معك سيجارة للقديحة للولعة؟ تفضل خي ما في غيرها. خلي لي اياه. ما في غيرها؟ لا خلص ها. يلا ماشي ماشي. ميرسي مسيو كلك ذوق بس معلي لأنه زيد معنا شخص طلعوا ما راح ياخذوني هلا. فينا ناخذ الكرسي؟ ايه فينا ناخذ الكرسي. ثانكس ميرسي. ميرسي سوري ميرسي كثير كلك ذوق. رتش بحدك يا الموتير رتش بالصية فافا خفف ضربتك بالمنكوش تاعك هلا بتساوي هزة أرضية بالصين. جد جد دخلنا بالصين. شو دخلنا بالصين؟ إذا الكرة الأرضية لاطها بإيديك نحن هون الصين تحت يعني ممكن الضربة بتوصل. مزبوط يا طوفي؟ مزبوط جد. وانتبه على شروش السفرجلي. حاضر جد عراسي. لك شو هذا؟ لك شو عم بيصير؟ عمي ابو رياض اهلا اهلا. لك شو اهلا 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 شرفت. لك شو عم تعملوا لنا بالارض؟ شو بنعمل لك بالارض؟ تفضل قعميز قعميز. انت صار لك زمان ساكن هون؟ لك شو خلقت هون انا؟ شو صار لي زمان ساكن هون؟ انت كل صار لك زمان عايش هون؟ لك خيي خلقان هون. شو في هلا؟ شو خلقان هون؟ لا
لك ايه خلقان هون شو معلق على هون هلا شو في ما معك خبر شو في عندك في عندك كنز هون هلا كنز شو عندي الماز يعني وجواهر يا محلى الالماز والجواهر خلينا اعرفك على الشباب فافا طوفي شغيلة اهلين المهندس فؤاد مرحبا المهندس فؤاد ايه هو هيدا فؤاد المهندس فؤاد المهندس ممثل مصري ومات شو اشبك ممثل مصري شو ما في ممثلين غير فؤاد هيدا المهندس هو المهندس صاحب الارض هو صاحب الارض لازم هلا تكون فرحتك لفوق فوق بالسما ليك شو عم تطلع بيتك بالقلعه ما سمعت انه صار عندنا نفط لك شو نفط شو جاب نفط لهون انت وين بيتك لك هون بيتك على راس بيروت لك طيب قدامك شو في هون هلا البحر البحر والعدو وراك لك شو خص هلا هي بهي عم فتلي بمواضيع عمي عباس بكره بده يطلع النفط نحن هون هلا بده يطلع نفط عندك انت عندك نفط ببيتك وما معك خبر كيف اكتشفت انه عندي نفط ببيتي انا بقالي 40 سنه قاعد هون ما في ماني ما اكتشفت يا حوي مهندس فؤاد ليك يا استاذ حني فرجي الخرايط عليك إيه؟ تشوفها وتشوف ال خرايط علي شوفها شوفها حضرتك على البلوك رقم 4 سامع بالبلوك رقم 4 هذا بالبحر ليك الابتداء تبعه وين واصل تحت بيتك على 3150 شوف النقطة هيدي لك شو خاصة 3150؟ ايه كيف شو خاصة؟ اي تي تي 12 هيدي النقطة انت النقطة تاعيتك اي تي تي 12 هو هلا شوف هون نحن بده يطلع لك نفط اكيد هلا بده يطلع لك حسب الخريطة عباس لك عمي ابو رياض ما تدوخوني هي اصلا عندي. هون عندك نفط من ايام جد جده لابوك وانت ما معك خبر جد جد بيي؟ ايه عباس عنده نفط؟ ايه طب هلا كيف مكتشفينا من ورا الخرايط؟ ما هن الخرايط بوجهك الخرايط بوجه؟ ايه يا خيي فهمني هلا انت حضرتك المهندس نعم وهيدي بتقول انه انا عندي هون نفط 100% وحاول نحن لقينا النقطه النقطه هيدي اهم شيء تلاقي النقطه يا خيي عباس تشرب تفل يا خيي شو بدي بالتفل هلا انا ما بشرب قهوه ما بتشرب قهوه بدك تشربني تفل نحن بنشرب ما تكون تفل طلع دود جده طلع دود ايه خد شربه عم ينكد عباس نحن هلا عم ننكش لك هون عم ننزع لك الهيئه لانه هلا بده يطلع عندك نفط هون لك هلا اذا بيطلع نفط نزع الهيئتين ما عندي مشكله بده يطلع نفط بدك تصير انت اللورد عباس ابن الحج ابو راغب يعني هلا بيهب النفط طلوع بيهب النفط طلوع هلا تتفجر الانابيب طبعا عباس هيدي كل المنطقه كانت هون كلها ياتها هون كانت كلها شجر بلان يعني هيدا قد ايه صار حقه العقار هلا يا جماعه لا تقول قدام حدا بيجوا بيعملوا لك مشكلة هلا عم ابو رياض كان بلين هون كله هيدا بالاساس كان كله هيدا شجر بلين هون بعدني بذكر لو بذكره لفهد كان يجي يغني هون تحت البلين مين فهد؟ فهد بلين شو خص فهد بلين بالبلين كان كله بلين وصنوبر هون ومش صنوبر وصبير وهذا دق له لفهد خليه يجي يغني لنا شوي العمر لك فهد توفى فهد؟ ايه توفى فهد انت توفى لك صار له كذا سنة ميت يا عمي الله اللي معه مصاري أدق لك معه ثلاث ليرات عصمالية ومجيديتين مجيديتين وثلاث ليرات عصمالية عم تحكيني من أيام التاريخ هذا عم أبو رياض جاع الشباب ما ناكل جاع يلا ضرب إيدك بدنا نطعم الشغيلة إيه طعمين ولا الشغيلة شو؟ جعنا جعنا بدي عليك شي فروج على ذوقك أنت بدك خروف لحالك بدك فروج شو فافا شو طوفي شو استاذ فؤاد يلا رح بلش يبين معنا النفط لأنه ليك هيدي التربة هيدي هون التربة هيدي رملوية تربي بعزك خيي طلعوا لنا النفط هلا طيب هي بين شيء بين شيء فافا في شيء عم بيبين بين انكش في اللبن بين جده لك شو انكش في اللبن يلا بدنا شو يا دخيلك بين يا ويلك يا ويلك قبرنا الفار شفت عباس عمي ابو رياض حمل طلعك شو هذا شو اشبك على البسط انه طلع عندك بترول عملت تحتك لك انا عملت تحتي ما عملت تحتي ولا شيء شو هالريحه هيدي شو هالريحه هي ريحه مجرور شو هيدا اللي طلع ريحه مجرور هيدا شو يا طوفي شوف لنا يا مهندس ايه فؤاد منه ما هيته بترول حسب الريحه شو ما تكون بدنا حدا يدوق دوق شو بدي دوق معك سيجار لا شو السيجار بتغطوا بالبترول بتدوق اذا طلع بترول بترول ما طلع بترول بيكون ما تكون خرطت المجرور اي مجرور الله لا يغفر المجرور تاعك طلعت ريحه الخرمه كلياتها لك يا عمي مزبوط في ريحه مش طبيعي وين النفط وين النفط يمكن فرقه معنا شوي عم ابو رياض شي 3 4 متوره لك هلا قلت لي اي تي 12 ومدري شو هي على قامتك وليه على قامتك العمى شو
هيدا خلطني له المجرور لعباس. طب وين ابو مهندس فؤاد وين طلع لكان عندك ال بعتقد جوا اذا طلع المجرور هون لكان لازم يفوت نخرط له الحمام. اي حمام تخرط من حمامين بدك تخرط حمام تاعك شكله كله مجارير حول الحمام إيه كل عمرك قاعد ببيتك معمر بيتك على المجرور وما معك خبر لك يا خي ما كل اللي بيوفي تحت منا مجارير شو هالحكي هذا يلا جيبوا العدة لنفوت بدنا نخطط بدهم ياكلوا الشباب بدهم يتغدوا جاعوا جاعوا الشباب شو بدهم ياكلوا؟ تاكلوا سمك؟ سمك لحظة عمي ابو رياض بدي اجيب لهم انا سمك هلا فوق المجارير سمك كمان عشان نعمل عندك جفت؟ لشو الجفت؟ ليك السمكات كيف عم بيلعبوا عندك على السفرج اللي فوق تعبيس بيس لك اي سمكات سمكات على السفرج اللي تعبيس يلا مهندس تفضل يلا شباب يلا شباب يلا يا عمي شو بالقوة هي؟ عباس رح تصير مليونير لك اي مليونير؟ مليونير مجرير؟ قلبك عليا هلا خدي غراضي شو خاصك انت بتنام بتختي؟ هلا بنسرب؟ عم تضحك؟ انت عم تضحك ما تنتظروا ريحني منه يلعن عم يعمل قال هو عم يموت عفوا ما توخذنا مسكر عليك عفوا ما توخذنا مسكر علي هيدي هيك يعني عادي انا فايت بالجو كثير طب انت لزق لي ورقه على ظهري مكتوب هيدا حمار من انا حمار انا حمار انا حمار لزق لي هون مش البارح حطت لك اياها بلا مين حط وقتها لا ما عاد لا ما عاد لا وإذا عم تحاورك حد وجهه لا عم يعمل عم يحضر حاله لا ما عاد ما بيجي البار حطه لمين حطه وقتها عم لوح لك عم بسنه وسيارتك أنا حمار حاطط لي كان حاطط لي تعال قول لي عم يطول فيها لخروج رجعوا وصفك ما وظفني هالمرة وعيت مأخر ومعلقت بعجقة سير بركي حظي بيتغير وبرجع بتفائل بالخير بس شافتني السكرتير قالت لي شكلك لزقة مش فاضي لك المدير وهلأ في عنده عجقة وظفك؟ لا ما وظفني صاحبته اهتمت فيي وسافيتي فواتت له توظفنا وهيدي هي مثل الأم وضعيت له قال لي الظاهر ما بتفهم ما في عنا وظايف